فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معنا أيضا عبد الرحمن من الرياض، تفضل عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم. السلام. السلام يا شيخ، أنا نزلت خدت عمرة في رمضان بعد الفجر، وطلعت الطائف صليت الظهر والعصر. احنا ديرتنا بعيدة عن الطائف، وصلت ديرتنا قبل صلاة العصر، وانا صليت جمع وقصر مع الظهر. ما دام انك جمعت وقصرت في الطريق ثم وصلت بعد ذلك فصلاتك صحيحة، لانك وقت الجمع والقصر مسافر، والمسافر يجوز له الجمع والقصر. جزاك الله خيرا.